ونرحب بضيفنا من نابلس الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم أستاذ السياسة الدولية بجامعة النجاح الوطنية. دكتور أيوب مرحبا بكم معنا. لماذا تبحث أمريكا عن صفقة منفردة مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في غزة حسب ما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية؟ صباح الخير. أولا هذا الخبر غير مؤكد بعد، ومن الصعب تصور أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي ترتيب أو تفاهم ناهيك عن صفقة مع حركة حماس، تحديدا لأن الإدارة الأمريكية لا تملك ما يمكن أن تقدمه لحركة حماس كحافز يمكن أن يشجع الحركة أو يدفعها نحو اتفاق، وهذا الاتفاق يمكن أن يضع إسرائيل في الزاوية. ثانيا، بات من الواضح أن الإدارة الأمريكية معنية أكثر من غيرها، وقد قلنا سابقا أن الكرة أصبحت في ملعب الإدارة الأمريكية منذ أن رفض بنيامين نتنياهو أي صفقات سابقة، وتحديدا بعد ممارسته لعمليات الاغتيال ضد فؤاد شكر وإسماعيل هنية على التوالي. والكرة في ملعب الإدارة الأمريكية ببساطة لأنها الطرف الأكثر حاجة الآن لتقديم مثل هذا الإنجاز، أولا لأسباب انتخابية تتعلق بالتنافس بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، ومن هذه الناحية فإن الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي في موقف لا يحسدون عليه، لأنهم من جهة لا يستطيعون أن يخرجوا للعلن ويمارسوا ضغطا فعالا على إسرائيل لأن هذا ستكون كلفته باهظة انتخابيا، وبنفس الوقت لا يستطيعون أن يستجيبوا للأصوات العربية والإسلامية في الحزب الديمقراطي. طيب، أن هذا أيضا سيكون مكلفا. إذن هي ورقة انتخابية كما تتفضل دكتور أيوب، ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبرم صفقة منفردة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في قطاع غزة، ما الذي ستعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لحماس في هذه الصفقة؟ يبدو لي أن الإدارة الأمريكية تراهن من خلال هذه التسريبات، هذا إن صح الكلام بطبيعة الحال، طبعاً أن تمارس ضغطاً على بنيامين نتنياهو وليس على حركة حماس. أقصد بذلك أن الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة تناقلت الأنباء، وأيضاً هناك تصريحات لجون كيربي تشير إلى ذلك، بأن الإدارة بصدد إعداد صفقة ستفرضها على الطرفين بصيغة تيكت أور ليفت. الاحتمال أن تقوم الإدارة الأمريكية بتحقيق بين مزدوجين إنجاز أن تستخلص 4 محتجزين هم من الذين يحملون الجنسية الأمريكية، هذا سيكون بمثابة إنجاز هائل لإدارة جو بايدن في هذه المرحلة الحساسة في السياسة الأمريكية، لكن ذلك أيضا ينطوي على مقامرة أن لا تستطيع الإدارة الأمريكية بعدها أن تمارس فعلا ضغطا على حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا. السؤال الكبير هنا دكتور أيوب، لا زلت معك، ولكن السؤال الكبير لا يزال قائما، إذا اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام صفقة منفردة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، تفضلت بأن الولايات المتحدة سيعود إليها محتجزوها وستستخدم كورقة في الانتخابات الأمريكية المرتقبة، ولكن ما الذي ستحصل عليه حركة حماس في الناحية الأخرى؟ تحديدا هذا ما قلته في إجابة عن سؤالك الأول، أنه ليس هناك عند الإدارة الأمريكية ما يمكن أن تقدمه لحركة حماس كحافز. طيب، لذلك بالنسبة للحركة أن تقوم بإطلاق سراح 4 محتجزين، هذا يجب أن يكون له مقابل، ويجب أن يكون له مقابل بالمعنى السياسي والاستراتيجي. الآن قد يفهم أن ضغط الإدارة الأمريكية بالنسبة لمحور فيلادلفيا، محور صلاح الدين، وهو أن تحمل إسرائيل على الأقل أن تقبل بالخروج من محور صلاح الدين في المرحلة الثانية، هذا يمكن أن يشكل حافزا، لكن هذا يتطلب ضمانات مكتوبة، وحتى الآن الولايات المتحدة امتنعت في أكثر من مناسبة عن أن تقدم لحماس أي ضمانات مكتوبة بهذا الصدد، ولذلك تحاول الإدارة الأمريكية الوصول إلى اتفاق جزئي أو الوصول إلى صفقة جزئية، بالتحديد بعد أن يعني سمعنا تصريحات بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة في مؤتمريه الصحفيين اللذين يعتبران يعني كضربة استباقية بالمعنى التفاوضي، عندما رفع السقف إلى أعلى قدر ممكن فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، والرسالة موجهة
بشكل مباشر إلى الإدارة الأمريكية. هو بذلك يقول أنا سأحاول أن أكسب الوقت انتظارا لانتصار دونالد ترامب. وهو لا ينتظر فقط، هو بسياسته هذه يساهم في فوز، في احتمالات فوز دونالد ترامب، لأنه طالما وضع الإدارة الديمقراطية عفوا في هذا الموقف الحرج، فإن ذلك سيجعلها عرضة أكثر لهجمات الحزب الجمهوري. طيب. ولتقويض مصداقيتها. طيب دكتور أيوب، كما تابعنا حركة حماس تقول إنه لا حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل لقبول مقترح أمريكي وافقت عليه الحركة بالفعل، ما الذي يعرقل ذلك؟ بكل وضوح الذي يعرقل ذلك هو عدم قدرة، وليس فقط عدم رغبة، عدم قدرة الولايات المتحدة في هذه المرحلة أن تمارس ضغوط على الأقل ليس في العلن. يعني آخر ما سمعناه من الرئيس جو بايدن هو كلام يعني يقترب بخطوات عن القول بأن نتنياهو الذي يعطل الصفقة، عندما قال أن بنيامين نتنياهو لا يفعل ما يكفي. الآن هناك متغيرات أخرى تجعل حركة حماس تتمسك بهذا الموقف، لأنه فعليا ما حصل في الأشهر الماضية سواء كان في السادس من مايو أيار أو في الثاني من يوليو الماضي، حركة حماس قبلت في الحالتين بالمقترحات المقدمة، والذي رفضها عبر الموقف العلني وعبر الممارسات على الأرض هو الحكومة الإسرائيلية. الآن هناك موقف من جانب الوسطاء ومن جانب أطراف إقليمية تدعم على سبيل المثال الموقف المصري. الآن مصر أصبحت ليست فقط يعني وسيطا، وهذا منافي للوقائع يعني تماما، لكن أجبرت على أن تصبح طرفا، لأن إصرار إسرائيل على موضوع محور فيلادلفي فيه تحد صريح للسيادة المصرية وللأمن القومي وللاتفاقيات الموقعة. لذلك مصر ومصر من جانبها دكتور أيوب، لازلت معك بالفعل في هذه النقطة، ولكن للتوضيح في هذه النقطة تحديدا مصر أكدت وبشكل قاطع بأنها ترفض أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا. ولكن دكتور أيوب، نحن بانتظار المقترح الأمريكي الجديد، هل ترى أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع بالفعل في اتجاه إبرام الصفقة هذه المرة، أم أنه سيتم تقديم مقترح فقط؟ القلق الأساسي هو من المقترح بحد ذاته، ماذا سيكون هذا المقترح؟ ما تقوله أمريكا أنها تريد أن تمارس الضغط على الطرفين وأن المقترح لن يعجب كلا الطرفين، هذا كلام يعني ينطوي على قدر كبير من التضليل. السبب في ذلك هو أن هذه الإدارة تحديدا تتحمل المسؤولية الكبرى في تعطل أي إمكانية للوصول إلى اتفاق حتى هذه اللحظة، وآخر فصول هذه المسؤولية هو تصريحات بلينكين من الدوحة بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عندما قال إسرائيل وافقت والكرة الآن في ملعب حركة حماس، وهذا يعني كان كذبا واضحا وكذبته مصادر أمريكية وإسرائيلية. مع ذلك بنيامين نتنياهو لا زال يتمسك به حتى في مؤتمره الصحفي يوم أمس. فهذه الإدارة هي التي أوصلت الأمور عند هذه النقطة، هذا أولا. ثانيا، يصعب تخيل في ظل وجود أنتوني بلينكين وجون كيربي وجيك سوليفان في مطبخ صنع القرار في هذا الموضوع، يصعب تصور أن تقدم الإدارة الأمريكية أي اقتراح متوازن يأخذ بعين الاعتبار مسألة إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب إسرائيل على الأقل جزئيا في المرحلة الأولى، أو يضمن أن يكون هناك اتصال في المراحل. وأقصد عندما ذكرت هذه الأسماء بأنهم يعني ليسوا فقط منحازين لإسرائيل، هم يعتدون بهويتهم الصهيونية وبأن لديهم موقف أيديولوجي من موضوع الصراع كله. إلى جانب ذلك جو بايدن نفسه يعني صهيوني ويعتز بصهيونيته، هذا سينعكس مباشرة، وهذا أصلا تاريخيا كانت أحد المعضلات في عملية التفاوض مع منظمة التحرير، عندما كان هناك يعني ممثلين لعملية السلام من قبل الإدارة الأمريكية أمثال دينيس روس مثلا، وكلهم يعني كانوا يتبنون الموقف الإسرائيلي ويفاوضون بالنيابة عن إسرائيل. فلماذا تأتي الإدارة الأمريكية الآن وتقدم مثل هذا المقترح، ناهيك عن أن لديها موقف مبدئي معادي لحركة حماس وللمقاومة؟ طيب
دكتور أيوب، ولكن قبل أن تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا المقترح الجديد بشأن الصفقة، هي سبقت ذلك بالتعبير عن أن الرئيس بايدن لديه مخاوف ومخاوف كبيرة بشأن مسار المفاوضات، حسب ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض. لماذا التعبير عن هذه المخاوف الأمريكية قبل الإعلان عن المقترح الجديد؟ لمجموعة من الأسباب. أولها أن الإدارة ليسوا بأغبياء لكي لا يدركوا ما الذي يخطط له بنيامين نتنياهو، خاصة على ضوء العمليات العسكرية العدوان الواسع الذي بدأت إسرائيل بشنه في الضفة الغربية. ثانيا، قلق الإدارة الأمريكية من أن عدم التوصل إلى اتفاق وربما سريعا من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الذي بدأ بعد اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وهو احتمالات التصعيد الإقليمي، وهو بالتأكيد ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا يفسر لماذا تنوب أطراف في الإدارة الأمريكية بالتصريح، يعني نيابة عن إسرائيل، مثل تصريحات كيربي عندما يعني قال مرة أخرى أن إسرائيل قبلت أو إسرائيل ستقبل. لم نسمع إسرائيل تقول ذلك. رئيس الموساد في الدوحة أبلغ الجانب القطري كوسيط بأن إسرائيل مستعدة أن تنسحب ولو جزئيا من محور فيلادلفيا، محور صلاح الدين، ويخرج بنيامين نتنياهو ليقول عكس ذلك. إذن الإدارة قلقها الأساسي مرده إلى أنها تفقد السيطرة على حليفها الأصغر وحليفها الأهم في المنطقة وهو إسرائيل، التي تتصرف استنادا إلى ليس فقط مناكفة، خداع وكذب على الإدارة الأمريكية، وإرسال رسائل في العلن لهذه الإدارة بأن إذا ما أصرت الإدارة على أي اتفاق يخرجها من محور فيلادلفيا، كأنها تقول أنها ستضع إسرائيل والشعب اليهودي في دائرة الخطر الاستراتيجي. هذا اتهام خطير، وهذا ما يقلق جو بايدن، بأن كل هذه الجهود قد تؤدي إلى خسارة الانتخابات وقد تؤدي إلى تصعيد يجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية هي ليست في واردها، لا تريدها، وهي غير مستعدة لها أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من نابلس الدكتور حسن أيوب، أستاذ السياسة الدولية بجامعة النجاح الوطنية. دكتور أيوب، سعدنا جدا بوجودك معنا، شكرا لك مرة أخرى.